بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنقوم بتلخيص الوحدة الثانية من التاريخ الثانوية العامة للصف الثاني عشر أدبي وشرعي. وفي هذا الملخص سنختصر الإجابات، بمعنى أنها طبعا هذه الإجابات معتمدة وهي عبارة عن تلخيص شامل للوحدة الثانية. إن أردتم أن أقوم بتلخيص الوحدة الأولى أو الوحدة باقي الوحدات اكتبوا لي في التعليقات فسأقوم بتنزيل فيه. طبعا أنا شرحت كل هذه الدروس درس درس، سأترك لكم الروابط في صندوق الوصف أعزائي الطلبة. طبعا في البداية هذه مراجعة سريعة لأهم الأسئلة المتوقعة، فقط تعطيك شكل عام عن الوحدة، لكن بشكل أساسي بعد أن تقرأها لابد أيضا أن تقرأ جميع أسئلة الكتاب. وسنبدأ طبعا بما تفسر طبعا اختلاف الثورة الثورة من حيث دوافعها، طبعا اختلاف البيئة تحدثنا قبل ذلك، اختلاف الأهداف، اختلاف أفكار الثور. طبعا هناك دوافع للثورات، طبعا إما أن تكون اقتصادية واجتماعية أو أن تكون سياسية. الاقتصادية والاجتماعية خصوصا بسبب شعور شريحة واسعة من المجتمع، هذا المجتمع أن الثروة تكون مركزة بيد فئة قليلة من الأفراد، وبالتالي هناك بطالة، هناك فقر، هناك غياب للعدالة الاجتماعية، وهذا بشكل أساسي كمثال عليها الثورة البلشفية في روسيا. أما الدوافع السياسية تغيير نظام الحكم أو التحرر من الاستعمار أو التخلص من الأنظمة الفاسدة. هنا كما ترون أقوم بتلخيص بشكل أساسي الإجابات حتى تكون سهلة الحفظ لديكم. أذكر أنواع الثورات من مع الأمثلة مع الأسس التي طبعا وفقت تنوعات الثروات. هنا عزيزي الطالب وفق عدد الضحايا إما أن تكون بيضاء أو حمراء، وفق المدة إما أن تكون قصيرة وطويلة، وفق القائمين عليها إما أن يكون انقلاب عسكري أو يكون تصحيحية أو شعبية، وفق أساليب المتبعة إما أن تكون سلمية أو تكون مسلحة. طبعا عزيزي الطالب مطلوب منك أن تحفظ مثال على كل ثورة من هذه الثورات عزيزي الطالب حتى تكون واضحة لديك. مثلا البيضاء مثل تونس، الحركات العسكرية، الانقلابات العسكرية التصحيحية الشعبية، لابد أن تحفظ مثال على كل نوع، وسأترك لكم رابط شرح هذا الدرس في صندوق الوصف. وضع عوامل نجاح الثورات أو فشلها حسب عدد الثورات الثوار وأنواع سلاحهم، الأسلوب السلمي، الدعم الخارجي، قيادة الثورة، حجم المشاركة الشعبية. عدد دون شرح الظروف التي ساهمت في اشتعال الثورة الجزائرية. طبعا الثورة الجزائرية هناك عمق وعي في الشعب الجزائري، نجاح الثورات العربية والدولية المحيطة بالجزائر، الظروف الاقتصادية التي كان يعيش فيها، والوعود الفرنسية الكاذبة مثله مثل أي نوع من أنواع الاستعمار فقط يستهلك الوقت بهذه الوعود، تغيير موازين القوى في العالم حيث أصبحت فرنسا هي في المركز الثاني، والظروف الاجتماعية. مما تفسر شكل الظروف الاقتصادية السيئة في الجزائر عاملا إضافيا لإعلان الثورة، طبعا زيادة معدل البطالة، مصادرة الأراضي من الجزائريين ومنحها للمستوطنين، المستوطنين طبعا بلغ عددهم أكثر من مليون مستوطن وكلهم أغلبهم من الفرنسيين، قلة الوظائف الحكومية للجزائريين كانت أغلب الوظائف تكون للفرنسيين. وكيف ساهمت الظروف الاجتماعية في اندلاع بسبب ازدياد عدد الشعب الجزائري وهجرة الجزائريين من الريف إلى المدينة، لأنه بسبب مصادرة الأراضي في الريف والفقر والهجرة الفرنسية إلى الجزائر. طبعا هناك وسائل استخدمها الثوار ضد الاستعمار مثل أي ثورة، هي بشكل أساسي تجميع السلاح، اختيار الرجال، استخدام الأسلحة الفردية والثقيلة، مواجهة الإعلام الفرنسي من خلال مجلة المجاهد، الهجوم المسلح على نحو 30 هدف فرنسي في بداية الثورة في نفس الوقت في نفس الساعة، أسلوب المفاوضات إلى جانب الثورة المسلحة، توحيد الجزائريين في جبهة التحرير الوطني. هناك صارت مطالبات من خلال المفاوضات بينها وما بين فرنسا مثل أي جزء من الثورات، هي رفض إقامة القواعد العسكرية ورفض والاستقلال، والصحراء جزء من الجزائر لأنه كانت هي الجزائر الثروات المعدنية بشكل أساسي موجودة في الصحراء.
عدد أسباب وعوامل نجاح الثورة الجزائرية: تغيير موازين القوى، قلنا لأن فرنسا أصبحت في المرحلة أو في الصف الثاني بعد تقدم الولايات المتحدة، أوضاع فرنسا الداخلية، الالتفاف الشعبي، التأييد العربي، توحيد القوى المسلحة في إطار جبهة التحرير، توحيد الأحزاب الجزائرية. وهنا أصبحت نتائج طبعا الثورة من 1954 ل 62، هناك إما سياسية واجتماعية واقتصادية، إما أن تعددها كلها السؤال أو تعدد كل واحدة بها. فالسياسية إما توحيد الطاقات الجزائرية، تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة، إنهاء الاستعمار الفرنسي، فرض الاحتلال الفرنسي مستوطني خصوصا بعد 132 عام من الاستعمار. طبعا الاجتماعية هناك كان 1.5 مليون شهيد، وهنا يدلل على بشاعة الاستعمار، وعاش المهاجرون ظروف قاسية، بروز دور المرأة الجزائرية. في الاقتصادية انظروا كم، 800 قرية تم تدميرها، انتشار الألغام لحتى الآن في بعض المناطق الزراعية، مغادرة المستوطنين الفرنسيين، سيطرة الجزائر على جميع مناجم والآبار النفط، قامت بتأميم المصانع والشركات والمصارف بشكل أساسي. أما لو جئنا على الناحية الفلسطينية، في الانتفاضة الفلسطينية في عام 1987، طبعا أنا لخصتها شرحتها بشكل أساسي في فيديو سأتركه أيضا في صندوق الوصف وفي قوائم التشغيل دون شرح الظروف. طبعا التعبئة الجماهيرية، مقاومة فلسطينية، ظروف سياسية، ظروف اجتماعية، ظروف اقتصادية. لكن لو تحدثنا عن الظروف السياسية، أنها زاد الاحتلال من قبضته الحديدية، حاول إيجاد قيادات بديلة وسعي على للقضاء على القيادات الفلسطينية. لكن وضح دور الظروف الاجتماعية: الانفجار السكاني في المخيمات، الالتحام السكاني أيضا في المخيمات، دور المرأة ودور التعليم بشكل أساسي. أما الأوضاع الاقتصادية، كانت التجارة بشكل أساسي مرتبطة بالموانئ والأسواق الصهيونية حتى الآن. طبعا اعتمادها بشكل أساسي على المواد الخام، المصانع من الاحتلال، ضعف القطاع الزراعي، استمرار فرض الضرائب، وكلها كانت سبب في تردي الأوضاع الاقتصادية. وضح أثر التعبئة الجماهيرية وفي الانتفاضة، خصوصا تأسست اتحادات عملية وطلابية، الحركات الإسلامية انتقلت من العمل الدعوي إلى العمل السياسي. عدد دون شرح أيضا الأساليب والأدوات التي استخدمتها الانتفاضة الفلسطينية: المقاومة الشعبية، الأسلوب العسكري، تأسيس القيادات الوطنية الموحدة، الأسلوب السياسي والدبلوماسي، الأسلوب الإعلامي. اتخذت المقاومة الشعبية السلمية خلال الانتفاضات أشكالا وأساليب عدة، منها التظاهرات الشعبية، رفع الأعلام، الإضرابات التجارية، الإضرابات العمالية، وضع حواجز ورشق جنود الاحتلال بالحجارة وإشعال الإطار. أما الإعلام كان دوره خصوصا في البداية البيانات التي كانت تصدر من القيادة الوطنية الموحدة، خصوصا لها دور مهم في التعبئة، الدور الإعلامي لإذاعة صوت فلسطين وصوت القدس، استخدام صحفيين، الصورة الصحفية الثابتة، والمبررات التي استند عليها الفلسطينيون خصوصا في إعلان وثيقة الاستقلال في الجزائر في عام 1988: الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، استناد إلى قرارات الأمم المتحدة السابقة وتضحيات أجياله. لكن هل هناك كان نتائج؟ صحيح كان هناك نتائج، كانت نتائج سياسية مثل اغتيال الاحتلال الصهيوني خليل الوزير، فشل الاحتلال في إضعاف منظمة التحرير، المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام واتفاقية أوسلو، وإنشاء السلطة الفلسطينية، وإعلان وثيقة الاستقلال في الجزائر. أما النتائج الاقتصادية: مقاطعة بضائع الاحتلال، الاضرابات وخصوصا أضرت بمصانع الاحتلال، ارتفعت البطالة في الأراضي المحتلة، العودة إلى أنماط اقتصادية قديمة، العودة للأرض وزراعتها، تنشيط الصناعة الوطنية. أما النتائج الاجتماعية: 1200 شهيد، آلاف الجرحى والأسرى، هدمت المنازل، غلقت المدارس والجامعات. مثل أي احتلال، اقتصرت الأعياد على الشعائر الدينية فقط، منعت من الزيارات الاجتماعية في الأعياد، تعزت مكانة المرأة الفلسطينية لأنها كانت جزء من النضال، حصلت على تغيرات على عادات الزواج، برز التكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني. وضح الظروف الداخلية دلع الحراك العربي. طبعا هذه الظروف اختلفت الظروف الداخلية من دولة لأخرى، طبعا خصوصا بسبب النمو الاقتصادي المختلف في الدول
مطالبات الشيعة مثلا في البحرين في المساواة بالسنة، بقيت الفوارق القبلية والعرقية دون حل حلول نهائية، بدأت المطالب بالاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم بدأت إلى تنتقل إلى السياسية. لكن الظروف هذه ظروف داخلية، أما الظروف الخارجية فهي رغبة أمريكا وحلف شمال الأطلسي بإضعاف الوطن العربي، احتلال أمريكا للعراق وحل جيشه، ونقل التجربة العراقية إلى بلدان عربية. لخص أساليب استخدمها الحراك العربي، طبعا خروج الشعب التونسي بمظاهرات سلمية رافعين شعار ارحل في كنت في البداية، خروج الشعب المصري بشعار يريد الشعب يريد إسقاط النظام، تحرك في سوريا وأصبحت حرب حقيقية بين الحكومة المعارضة، الحراك في اليمن وانتهت طبعا بالبداية سلمية لكن انتهت بتنازل الرئيس لنائبه في عام 2012، وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ونقله للأحداث بشكل مباشر كان له تأثير أساسي. لكن هل هناك آثار؟ طبعا عزيزي الطالب كان هناك آثار إيجابية، طبعا هذه هي الآثار حتى لا يصبح الفيديو طويل. الآثار السلبية هذه آثارها طبعا الحراك في المجال الاجتماعي، أما الآثار السلبية في آثار الوضع الاقتصادي في المجال الديني، الآثار السلبية، الآثار السلبية على الصعيد القضية الفلسطينية من أجزاء أيضا مهمة، هذه تلخيصها. إن شاء الله إن أعجبكم هذا الفيديو سأقوم بتلخيص الوحدة الثالثة على نفس النمط، اكتبوا لي في التعليقات إن أردتم أن أقوم بلصق. طبعا هذا ليس شرح، هذا فقط تنويه، أنه هو مجرد تلخيص وعرض أسئلة فقط لتسهيل عملية تلخيص للدراسة فقط. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.